الرحمن الرحيم، وان شاء الله اليوم رح نبلش باول محاضره من ماده الفاينل. بتمنى يعني ان شاء الله يا رب تكونوا زبطتوا على السكند، ان شاء الله اكون ما قصرت معكم. وهلا ان شاء الله رح نبلش بالفاينل، وكالعاده طبعا اي شيء ما بتعرفوا بعتوا لي، وان شاء الله انا بحاول جهدي اني اجاوبكم وما اقصر معكم. اوكي، هلا اليوم ان شاء الله رح نبلش نحكي عن الريسبيرتوري سيستم، يعني الجهاز التنفسي. هلا بداية الريسبيرتوري سيستم بشكل عام كشكل يعني من برا لما بنتفرج عليه بنحسه مقسم لقسمين رئيسيين. اول قسم هو المنطقة اللي بتكون عبارة عن airways او airway passages، يعني زي ممرات بيمشي فيها الهواء، تمام. والجزء الثاني واللي هو بيصير فيه عملية تبادل، يعني التبادل اللي مثلا انه CO2 بدخل عليه يعني عشان يطلع من الجسم، وبرضه هذا الجزء بيكون فيه اكسجين عشان الجسم ياخده يستفيد منه. هذا الجزء الثاني هو اللنجز، يعني رئتين، تمام. هلا بداية الايرويز اللي هي الممرات الهوائية بتبلش من النوز الانف، بتمر بالفم الماوث، بعدين بنروح على الفارينكس اللي هو البلعوم، بعدين اللارينكس اللي هي الحنجرة، بعدين التريكيا. التريكيا هي القصبة الهوائية. هلا القصبة الهوائية من عندها ببلش يصير في عندنا تفرعات، يعني اول اشي بتكون قصبة واحدة، بعدين بتصير عبارة عن تو برايمري برونكاي، يعني شعب ايش بنسميها بالعربي، شعب هوائية. اوكي، شعبة على اليمين وشعبة على اليسار، بعدين كل شعبة بتصير تتفرع لتنتين، بعدين كل واحدة من التنتين بتصير تتفرع لأكتر، وبتصير عندنا زي شجرة من الايش، من التشعبات. اوكي، فبيكون اول شيء عندنا برايمري. برايمري يعني اول تفرع صار، اول تنتين بينوا عندي هدول البرايمري، بعدين لما يتفرعوا مرة تانية بصير في عندنا السكندري برونكاي، بعدين لما يتفرعوا المرة الثالثة التيرشري، وهيك فبضلوا يتفرعوا لعبل ما بالاخر بنلاقي حالنا وصلنا لمنطقة عبارة عن كيف شكل عنقود العنب، زي هيك اكياس صغيرة مجمعة على بعضها وجنب بعضها بالضبط. منشوف زي هذا المنظر، هم عبارة عن الفيولاي. الفيولاي يعني حويصلات هوائية، تمام، مفردها الفيولاس، تمام. هلا الالفيولاي هاي عبارة زي اير ساكس، اكياس هوائية. تخيلوا زي كأنه هيك، بقولكم كيف ده، يعني تخيلوا كيف بالون صغير ومنفوخ هواء، معبى هواء، ولما يروح منه الهواء زي بده ينفس. تخيلتوا الفكرة؟ يعني اذا مو كتير قادرين تلقطوا الصورة، اكتبوا صور الالفيولاي ببين معكم كيف تكون هيك زي دوائر صغيرة عاملة زي اكياس مرتبطة ببعضها البعض. طبعا ممكن حدا هلا هنا المعلومة مو مكتوبة عندكم، بس انا احكي لكم، حدا يفكر طب شو الهدف انه الرئتين يكونوا على شكل الفيولاي، يعني ليش يكونوا هيك زي اكياس، يعني ليش ما يكونوا كيس كبير واحد وخلاص، فاهمين كيف؟ يعني انا ليش بدي اجيب مثلا يعني 100 كيس صغير واربطهم ببعض واعمل منهم لنج واعمل منهم رئة، بالمقابل كان بامكاني اجيب كيس كبير واحد واعمله هو هالرئة وخلصنا. الهدف هون انه انا لما بعمل اكياس صغار وبربطهم ببعض اني بعمل مساحة كتير كبيرة، فهمتوا كيف؟ يعني لو بدنا نقارن مساحة كيس كبير موجود محل الرئة بالمقابل اجيب محله اكياس كتير صغار برضو ياخدوا نفس المساحة، يعني محل الرئة نحطهم، فهمين كيف؟ بس اكياس صغيرة مشبكة ببعض، واحسب مساحة هدول ومساحة الكيس، رح يطلع مساحة الاكياس الصغيرة اللي مشبكة ببعض اكبر بكتير من مساحة الكيس الواحد الكبير. طبعا هالحكي كتير مهم، ليه؟ لانه بالاخر الرئة منطقة لتبادل الغازات، فلما تكون مساحة السطح فيها كتير كبيرة بتكون كفاءة وعملية التبادل كتير منيحة وكتير سريعة وبتصير بإفشنسي عالية. فاذا الهدف من وجود الفيولاي كتيرة هو انه نعمل مساحة سطح كتير عالية، هاي مساحة السطح بتخلي عملية الغاز اكستشينج، يعني تبادل الغازات، تصير بفعالية كبيرة، تمام. فانا قلت لكم انه احنا بدايه بيكون عندنا تريكي، فبدنا نفترض انه انا التريكي رح ارقمها صفر، بعدين من التريكي ببلش يعمل انقسامات، اول انقسام رح نرقمه واحد، تمام. ثاني انقسام يعني مش الواحد، مش تريكي بعدين انقسمت لتو برايمري برونكاي، مش كل واحدة من البرونكاس هدول رح ترجع تتفرع، فهذا الانقسام الثاني. بقولكم لو قعدنا نعد الانقسامات اللي من حد التريكيا لحد ما نوصل الاكياس الهوائية، رح نلاحظ انه في عنا 23 انقسام. اوكي، بنبلش اول اشي برقم صفر اللي هو التريكيا، واحد بتكون عبارة يعني اول انقسام اللي بيعطينا البرايمري برونكاي، اللي هم عم نحكي عنهم برايمري، نحكي عنهم المادر او المين، يعني الاشي الرئيسي اللي بنبلش فيه
يعني اول تفرع تمام، باخر اشي اللي هو رقم 23 لما نوصل عنده رح نلاحظ انه مننتهي عند الالفيولاي اللي هي اكياس هوائية. بقولكم عدد الالفيولاي، طلعوا عدد، انا بشو قلتلكم زي كأنه 100 كيس، طبعا هي مش 100 بس انا عشان تفهموا، بقولكم عددها فعليا ما بين 300 ل 600 مليون الفيولاي. متخيلين قد العدد كتير كبير، ومتخيلين كل وحدة لو هاي مساحتها مثلا نفترض 1 مليمتر مربع مثلا يعني، واضربوا 1 في 300 او 600 وشوفوا المساحة الهائلة اللي بنحصل عليها. هلأ كمان كل واحدة من هاي الالفيولاي زي كيس صغير بتكون محاوطة، يعني يحيط فيها بقولكم شو شبكة ضخمة من الكابيلاريز والشعيرات الدموية. وهذا الحكي شرحناه قبل، قلنا شو الهدف، انه بتيجي الكابيلاريز هاي بيكون اندمن فيها شماله كلياته ثاني اكسيد الكربون، بيروح بنتشر ثاني اكسيد الكربون من الكابيلاريز بدخل جوات هاي الاكياس الهوائية، وبنتشر الاكسجين من الاكياس الهوائية للكابيلاريز، فالدم بيصير له عملية اكسجينيشن يعني بتأكسد، بيصير فيه اكسجين وبيصير له عملية انه ايش يعني بشيل منه ثاني اكسيد الكربون وبيدخله على الاكياس الهوائية الالفيولاي. طيب لما يدخل على الاكياس الهوائية انا بعمل عملية ايش اكسبيريشن يعني عملية زفير، فبطلع ثاني اكسيد الكربون كله، بعدين بعمل انسبيريشن برجع بدخل اكسجين، والاكسجين بيروح للدم والدم بعطيه ثاني اكسيد الكربون بطلعه بالاكسبيريشن وهكذا تمام. اوكي فهلا هذا كلياته اللي هو التراكيا مع التفرعات الكثيره اللي رح تصير تحتها اللي قلنا ببلش من 0 لحد 23 بنسميهم مع بعض البرونكيال تري، شجره الاشياء يعني برونكيال، برونكين يعني الشعب، فاهمين علي الشعب يعني شجره من شعب هوائيه تمام. هلا بقولكم لو بدنا نقسم هدول الشعب الهوائية اللي هو من منطقة صفر لحد التقسيمة 23 حسب الوظيفة، فرح نلاحظ انه من صفر يعني من التراكة لحد التقسيمة 16 منطقة بنسميها احنا conducting zone، منطقة التوصيل، او بنحكي عنها اللي هي anatomical dead space. dead space يعني المكان او الفراغ الميت. شو يعني ميت؟ ميت يعني ما بصير في اي عملية gas exchange، يعني ما رح نلاحظ انه والله هون صرنا نتخلص من ثاني اكسيد الكربون ونجيب اكسجين. بمنطقة الكوندكتينج يعني بس توصيل او منطقة الديد سبيس ما بنلاحظ في اي gas exchange، اللي بنشوفه فقط هي عملية انه والله هذا يعني منطقة بس بمر فيها الاير اللي هو الهواء، وبرضه بنفس الوقت شو بصير بكون الهواء قاعدين نعمل فيه humidifying يعني ترطيب. شان الترطيب يعني هذا الهواء ما بيزبط يدخل ويوصل للالفيولاي تمام، وهو كتير ناشف ليه، لانه بدمرها بخربها، فهو بمر بهاي المنطقة اللي هي الكوندكتينج زون او زون، اللي بصير انه بصير يعني يتحمل شوية H2O، ندخل عليه بخار ماء على اساس يصير رطب، وعلى اساس لما يوصل الالفيولاي والمناطق اللي تحت اللي بصير فيها تبادل الغازات ما تتضرر وما تخرب. فاول منطقة اللي هي من تراكة لرقم صفر لحد منطقة او التقسيمة 16 هاي بنسميها احنا الكوندكتينج زون او الديد سبيس تمام. هلا تاني منطقة اللي هي من التقسيمة 17 للتقسيمة 23 اللي بتنتهي بالالفيولاي نحكي عنها الريسبيراتوري زون، يعني المنطقة التنفسية. من الاسم مبين معنا انه يعني هاي المنطقة هي اللي بيصير فيها غاز اكستشينج، بيصير فيها تبادل غازات، وهي مين اللي بشكل رئيسي مكونة من الاكياس الهوائية تمام. هلا في يعني مناطق تانية فوق الاكياس الهوائية بصير فيها تبادل غازات، ولكن بشكل عام انا لما بحكي غاز اكستشينج او تبادل غازات خلص دايركت بيخطر ببالي ايش اللي هو الالفيولاي. اوكي كمان هلا بامكاننا بناء على طبيعة المنطقة وهل المنطقة بتعمل كولابس ولا لا، انه نقسم الريسبيراتوري سيستم كمان تقسيمه. اول اشي اللي ناسي ايش يعني كولابس، انا بقولكم شو يعني كولابس عشان ما تتذكروا. افترضوا انا جبت كيس، كيس هذا الاسود، لما ننفخ جوات الكيس نعبيه هواء بنفخ صح ولا لا؟ بالمقابل لما الهواء بيطلع منه الكيس بطبق على بعض، فمين كيف علي يعني زي بنفعس هيك بسكر على بعض، هذه التسكيرة اللي بتصير اسمها كولابس. طبعا هاي ما بصير ما بزبط هالحكي يصير بالرئة، انه الرئة هيك تطبق على بعض بتسكر تمام، واذا كان يصير هذا الاشي بتصير عملية تبادل الغازات صعبة، فاحنا منحب انه ما تكون الرئة يعني معرضة لهيك اشي. هلأ فهاي هي عملية الكولابس.
هلا في مناطق بالرئه اصلا يعني ما بتصير فيها، يعني كيف بدي اقول لكم، يعني هي الله خلقها وتركيبتها غير قابله انه تصير فيها عمليه الكولابس. ليه؟ لانه هاي المنطقه اللي هي بنسميها احنا النان كولابسبل بارت، اللي هي من صفر تريكي لحد التقسيم ال11، بتكون هي طبعا احنا عارفين هم زي شعب هوائيه زي اسطوانات، صح؟ تخيلوا هاي الاسطوانه انا مركبه عليها هيك زي حرف سي، حروف سي، كيف بدي افهمكم؟ يعني تخيل انت بدك تمسك هاي الاسطوانه، لما تمسك الاسطوانه اصابعك حواليها كيف بيعملوا؟ بيعملوا زي حرف سي، صح؟ تمام. فنفس الاشي بتكون هاي الاسطوانه او هاي التريكيا او هاي البرونكاي، هدول بهاي النن كولابسبل بارت، في الجزء اللي ما بصير فيه كولابس، هاي الاسطوانات اللي هي الشعب الهوائيه بيكون حواليها هيك قطع زي حرف سي. شو هاي القطع اللي زي حرف سي؟ هي عباره عن كارتليج، عباره عن غضاريف. هاي الغضاريف بتعطي زي مبدا يعني زي دعم، بتعطي شكل لهاي البرونكاي ولهاي التريكيا، فبالتالي بتمنع انه يعني سواء ضل فيهم هواء ولا طلع منهم الهواء ولا شو مثلا، ما بصير فيهم عمليه الكولابس وانه يسكروا على بعض. فنتيجه وجود هذا السبورت من الغضاريف الموجوده على شكل حرف سي، اذا مو قادرين تلقطوا الشكل اكتبوا سي كارتليج اون برونكاي او اون تريكيا وبيطلع على جوجل وشوفوا الشكل كيف، فبتفهموا علي. فهذا اللي بيعطي الدعم والدعامه لهذا الاشي انه يضل هيك وما يصير فيه اي كولابس. هلا بقول لكم 12، عند التقسيم ال12 ممكن نلاقي بقايا او بقايا كارتليج. هلا بعدين الجزء الثاني اللي هو من 12 ل 23، هذا الجزء خلقته انه هو ما فيه كارتلج، يعني الاسطوانات الموجوده ما في حواليها كارتلج غضاريف على شكل حرف سي، فبالتالي ما في زي كانه سبورت ولا في بروتكشن، ماشي؟ فبالتالي انا بتوقع انه ممكن هذا اذا ما كان ضغط الهواء صح والتنفس صح وكذا، او مثلا صار انجري في هذيك المنطقه، ممكن يصير فيه كولابس. هلا احنا بقولكم نورمالي ما بصير فيه كولابس، ولكن هو قابل يصير فيه اذا كانت الاوضاع اب نورمال يعني فيها خلل. فبقولكم هذا بالعكس بيكون بس عباره عن سموث ماسل سيلز، يعني خلايا عضليه ملساء، وحكينا الخلايا العضليه الملساء شو بتعمل؟ بتنقبض وبتنبسط، تمام؟ فنتيجة انه بتنقبض وبتنبسط، لما تنقبض فبتسكر المكان ولما تنبسط بتفتح. فهلا هذه العملية هدفها هي التنفس الطبيعي، ولكن قلت لكم الشغلة بالعقل، لما يصير في مشكلة معينة ممكن يصير كولابس، وهذا الاشي اللي احنا ايش ما بدنا اياه. فباختصار بناء على الستركشر او الاناتومي تبع المنطقه بقسمها يا نون كولابسبل، يعني اصلا خلقتها الستركشر تبعها ما بقدر يعمل كولابس ويسكر، اما المنطقه الثانيه اللي هي كولابسبل يعني قابل انه يصير فيها كولابس اللي هي ما بيكون فيها كارتلج. طبعا احفظوا الارقام انه من ايش لايش. يعني هلا بحكي لكم لما الهواء بدخل على منطقة الديد سبيس اللي هي او سميناها الكوندكتينج زون اللي هي منطقة التوصيل اللي ما بصير فيها اي غاز اكسشينج، بيكون على شكل دراي اير، بيكون ضغط. هلا شو هون شوفوا شو كاتبين عندكم، ال pH2O يساوي صفر. شو يعني ال pH2O؟ يعني الضغط الناتج عن وجود بخار ماء، فاهمين كيف علي؟ يعني دائما بخار الماء غاز، النيتروجين غاز، الاكسجين غاز، فالهواء هذا اللي احنا بنتنفسه تمام له ضغط نفترض مثلا قياسه 1000، اوكي؟ هلا الهواء اللي بنتنفسه قياسه 1000، طبعا ال1000 مو بس من الاكسجين، تمام؟ في عندنا اكسجين، في نيتروجين، في ثاني اكسيد الكربون، في مش عارف شو، كل واحد منهم بيكون عامل شويه ضغط، مجموع الضغط هدول كلهم مع بعض بيطلع 1000، فهمتوا كيف؟ فبقول لكم الهواء لما يدخل احنا على منطقة الديد سبيس، على المنطقة هاي سميناها المنطقة الميتة أو منطقة التوصيل، فعليا الضغط اللي بسبب H2O أو بسبب بخار الماء بيكون صفر، دليل على أنه شو؟ أنه أصلا ما في بخار ماء. دليل على أنه شو؟ دليل على أنه هذا الهواء بيكون دراي، دراي اير، هواء جاف. طبعا بهاي الحالة زي ما حكينا ما بصير انه هذا الهواء يوصل الالفيولاي، ليه؟ لانه لو وصل للالفيولاي رح يعمل عنا فيزيكال انجري، رح يخربها، فبالتالي لازم او المفروض انه يصير في زي نوع من الهيوميديفاينج، عملية الترطيب، عشان لما يوصل للمنطقة اللي تحت يكون يعني مرطب جاهز وما يعمل فيها اي خلل. وفعليا هذا اللي بتعمله منطقة الديد سبيس، يديد سبيس منطقة ميتة من ناحية انه ما بصير فيها اكسشينج، ولكن ربنا ما خلقها ما الها اهمية ولا الها وظيفة. فهاي من اهم وظائفة اللي هي تعمل ايش؟ هيوميديفاينج للاتموسفيريك اير للهواء، فبتضيف عليه ايش؟ H2O.
تمام. وبقولكم مينلي وجينرالي اكتر غازات احنا بنركز عليها انها رح تدخل بعدين، اللي هي النيتروجين والاكسجين وبخار الماء اللي نضاف وين في منطقة الديد سبيس. هدول الثلاث غازات هم اللي رح يوصلوا للريسبيراتوري اريا، تمام. فهون بنوت 1 شريح لكم عن هلا كنت احكيه، بقولكم البي اتش 2 او يعني هو البارشل بريشر، الضغط الجزئي العامله المي او عامله مش المي، بخار الماء بنحكي احنا، لانه احنا بنحكي عن غاز قاعدين. فهلا شو بقولكم بارشل بريشر الضغط الجزئي شو معناها؟ معناته انه انا بيكون عندي ميكسشر يعني خليط من الغازات. طبعا كل غاز بتصرف لحاله وبيعمل التاثير تبعه لحاله، اوكي، ما بتاثر باي غاز تاني. يعني انا كغاز شو ما كان حوالي غازات تاني خلص في اللي ضغط ولازم اعمله، يعني فاهمين كيف؟ تمام. فوين كنت انا؟ هيها. فبقولكم عفرضاً انتقال الغازات حتى عبر الممبرينز وهيك، بعد ما ضغط هاي الغازات وكل غاز بتصرف لحاله ما بيأثروا على بعض، طبعاً هذا الحكي بيكون عكس الأيونات اللي كنا نشرحها قبل، إنه مثلاً إذا الصوديوم والبوتاسيوم، يعني بنفترض مثلاً فينا هون صوديوم وبوتاسيوم على نفس الجهة، طبعاً انتقال الصوديوم يعني مثلاً ضل الصوديوم يدخل 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 ممكن يأثر على انتقال البوتاسيوم، ليه؟ لأنه طبعاً شحناتهم موجبة، ممكن يصيروا يتنافلوا مع بعض وكذا، يعني باختصار الأيونات ممكن يأثروا على بعض وعن انتقال بعض، أما الغازات لا، كل واحد إله ضغط خاص فيه وانتقاله رح يعتمد على هذا البارشل بريشر إله بغض النظر مين في حواليه غازات تانية، أوكي. هلأ بحكي لكم أحياناً بنسمع مثلاً أو بنقرأ أو أي إشي إنه الرطوبة 100%. طب شو يعني الرطوبة من 100%؟ أو شو يعني الهواء مشبع بالماء أو الهواء مشبع ببخار الماء fully saturated؟ شو يعني هذا الحكي؟ هذا معناته إنه الهواء خلص زي كأنه إيش وصل لقدرته القصوى من حمل بخار الماء. يعني شو؟ لو أنا بمسك كمان شوية بخار ماء وبرميهم جوا هالهواء، في جزء تاني عطول رح يتحول لمي وينزل، فهمتوا كيف؟ يعني خلص الهواء بطل قادر يحمل بخار ماء بالمرة، لدرجة انه لو انا بضيف عليه بخار ماء عطول رح يتحول جزء من بخار الماء اللي ضفته لمي ويوقع، فهمتوا كيف؟ يعني ما رح يضل الهواء حامله، دليل انه الهواء خلص شو ساتوريتد مشبع على الاخر. طبعا شو؟ هلا دائما وابدا الساتوريشن او الاشباع بيعتمد على الحرارة، كل ما انا بزيد الحرارة كل ما توقعت انه الهواء يصير له كباسيتي او يقدر يحمل اكتر. فمثلا بقولكم على حرارة 37 رح نحس 37 يعني متوسط الحرارة بشكل عام، رح نلاحظ انه الضغط الناتج عن بخار الماء 47، يعني بيعكس زي كأنه الرطوبة، تمام. طبعا هاي 47 يعني اقصى كمية بخار ماء ممكن يحملها الهواء عند حرارة 37، يعني عند حرارة 37 درجة الإشباع أو ضغط الماء عند حد الإشباع بتكون 47. بالمقابل شوفوا كيف لو عملنا الحرارة 100، يعني هي درجة تبخر الماء، يعني عندها المفروض يكون أعلى كمية بخار ماء ممكن تكون موجودة بالجو، صح؟ لأنه أعلى من هيك بتصير صعب يعني. فعند 100 اللي هي درجة تبخر الماء بيكون ضغط الناتج من الماء 760، شوفوا قد الفرق اللي هو تقريبا 1 اتموسفير. فمعناته شوفوا كيف باختلاف الحرارة اختلفت عنا قديه يعني الهواء قادر يحمل بخار ماء وقديش درجة الإشباع ببخار الماء جوات هذا الهواء. فعند حرارة 37 اللي هي الحرارة بنعتبرها المتوسط اللي دايما موجودة، وجدنا انه الهواء من ضغطه الكامل، هلا احنا بنعتبر ضغط الهواء 1 اتموسفير مثلا، فاهمين؟ اللي هو 760. فبقول لكم من هال 760 بيكون المي عاملة ضغط فقط 47، بقول لكم ولكن لو انا وصلت الحرارة لمية، يعني زي كأني انا عاد بغلب المي غليان، متخيلين كيف؟ فساعتها الهواء 760 رح يكون، يعني مش هو 760 نفس الواحد اتموسفير، يعني زي كأنه الضغط اللي بالهواء كله ناتج عن بخار ماء. طبعا هذا الحكي احنا ما بنوصل لانه هاي مأساة. فعلى بكل الحالتين الهواء بيكون ساتوريتد بالمي، ولكن الاختلاف هو درجة الحرارة. طيب معناته احنا شو بنفهم من الحكي؟ معناته يعني اقصى اشي بيقدر يحمل الهواء او اقصى ضغط ممكن يوصله الهواء نتيجة المي هو 760، بينما بالوضع الطبيعي الضغط تبع المي جوات الهواء هو 47. فممكن يجي حد يفكر يعني ضغط الهواء 760 ولكن المي فقط مساهمة بالوضع الطبيعي ب 47، طب باقي الضغط وينه؟
ففعليا اذا انا بحكي 760 هو الضغط الكلي ماشي. طب ناقص 47 اللي هو الضغط المساهمة في المي عند الحرارة العادية هاي 37، فبيطلع عندنا 713 في، يعني هذا عبارة عن ضغط او فرق بضغط نتيجة وجود غازات اخرى. تمام، اذا احنا حكينا 760 اللي هو 1 اتموسفير هو عبارة عن ضغط الهواء، المي مساهمة فيه بقد ايه؟ 47. طب ما تبقى هو عبارة عن ضغط نتيجة وجود غازات اخرى. هلا احنا بنعرف تركيز الاكسجين جوات الجو 21%، يعني هذا الهواء اللي بنتنفسه 21% منه اكسجين، فلو بروح بضرب 713 ب 21% فبيطلع معي قد ايه؟ بيطلع معي 150، اللي هو زي كانه الضغط الناتج عن وجود اكسجين بالجو. طيب النيتروجين تركيزه بالهواء 79%، فلو بضرب 79% ضرب 713 بيطلع قديش الضغط الناتج بسبب وجود النيتروجين. اما السي او 2 فهون مفترضه صفر على اساس انه احنا حكينا ما بندخل على الرئتين تبعونا سي او 2، او بتكون كتير كتير قليله يعني ما بناخذها بعين الاعتبار، فمعناته الضغط الناتج عن السي او 2 صفر. هلا بقولكم احنا بس فعليا ما كتير بنركز على النيتروجين، لانه النيتروجين خلايانا ما بتستخدمه يعني في العمليات الحيوية. طبعا هو اتوقع غاز النيتروجين مفيد لبكتيريا بتكون موجودة بالتراب، بس نسيت الصراحة، خدناها في المدرسة زمان بس نسيتها والله شو كانت تسوي. طيب يعني هلا ان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا قصة الغازات والضغط تبع كل غاز لحال. اي اشي ما فهمتوه حاولوا بعتولي، واللي بسمع المحاضرة بكير وما فهم اشي حاول يبعت، يعني لو مش ضروري يبعتوا ليلة الامتحان، فاهمين كيف عليه عشان تفهموها وما تتغلبوا فيها. اوكي هلا نكمل. اذا زي ما احنا حكينا الالفيولاي او الالفيولس الوحدة بتكون محاطة بكابيلاريز، يعني شعيرات دموية. هلا حكينا هذا الدم الجوات الكابيلاريز بيكون جاي من وين؟ جاي من الرايت فنتريكل، البطين الايمن. ليه؟ لانه هذا البطين الايمن اتفقنا بيكون فيه غاز، هذا ايه سوري دم، هذا الدم فيه ثاني اكسيد الكربون، فانا بوديه على الرئتين على اساس والله انه يتخلصني من ثاني اكسيد الكربون ويجيب لي شو؟ يجيب لي اكسجين. بعد ما يجيب اكسجين بيرجع وين؟ على الاذين الايسر اللي هو الليفت اتريوم. فالبيربوس من هالعملية كلها انه تو تيك اكسجين اند تو جيت ريد اوف، التخلص من السي او 2. هلا بقول لكم فعليا طبعا الكابيلاريز مستحيل يعني نلاقي والله الاكسجين فيها صفر، تمام، يعني ما يكون هالفكرة ببالكم. هلا انا ماشي بقول لكم والله الدم طالع من القلب فيه ثاني اكسيد الكربون بده يروح على الرئة، ولكن هذا مو معناه انه الدم فيه بس ثاني اكسيد الكربون والاكسجين صفر، مو لي هاي الفكره من بالكم. لا، هو بيكون فيه اكسجين بس زي كانه تركيزه اقل من اللي احنا بنحتاجه، فالضغط اللي بيكون عامل الاكسجين، طبعا دائما لما نحكي بي او 2 يعني هو ضغط الغاز، طبعا ضغط الغاز بيعكس تركيزه، فاهمين كيف؟ يعني احنا لما نحكي عن غازات ما بحكي تركيز الغاز وانما بحكي ضغط الغاز، بس انتوا يعني لما تدرسوها افهموها التركيز فمش فارقه. فبيكون زي كانه تركيز الاكسجين اول شيء 50، بعدين نتيجه عمليه التبادل تلقائيا اكيد رح يبلش يزيد شو تركيز الاكسجين، فبصير 60 70 لحد ما يوصل 100، بتوقف عمليه تبادل الغازات وبنكون زي كانه يعني حصلنا على كفايتنا من الاكسجين. تمام هلا فبقولكم اصلا اشمعنى بوصل لمية وبوقف؟ لانه اصلا الالفيولاي الحويصلات تركيز الاكسجين فيها 100، فبتضل الكابيلاريز تاخد اكسجين تاخد اكسجين لعبل ما هي كمان يصير فيها تركيز الاكسجين 100. اوكي هلا بالمقابل تركيز السي او 2 وين انا؟ يس، تركيز السي او 2 بيكون جوات ال، والله ضيعت بس دقيقة، تركيز هلا السي او 2 جوات الدم بيكون 40. اوكي اما هلا تركيز بخار الماء جوات الالفيولاي اللي هي الاكياس الهوائيه بيكون حوالي 47، هذا عند حراره طبعا 37، وتركيز النيتروجين بيكون 760. تركيز النيتروجين كيف بدنا نحسبه؟ بنحكي 760 اللي هو الضغط الكلي ناقص الضغط اللي بسبب بخار الماء وبسبب ثاني اكسيد الكربون وبسبب الاكسجين. بس وكانه استنى شوي، انا فهمت هون انه هو تركيز السي او 2 رح يكون هو جوات الدم وجوات الالفيولاي،
لانه شوفوا كيف على الرسمه كاتبين تركيز السي او 2 جوات الدم 40، بالمقابل لما حاسبين تركيز النيتروجين جوات الالفيولاي عاملين انه 760 ناقص 100 تركيز اكسجين، 47 تركيز بخار الماء. طب ال40 هاي مين تركيز؟ معناته ثاني اكسيد الكربون، يعني وكانه كمان معتبرين انه 40 هي تركيز ثاني اكسيد الكربون جوات الالفيولاي. هلا ممكن لو فكرنا انه ليش عملوا هيك، لانه احنا حكينا احنا بامكاننا نعتبر انه الهواء اللي بدخل على جسمنا يعني اللي بندخله بعمليه الانسبيريشن بيكون صفر سي او 2، صح ولا لا؟ ولكن من وين رح يجي السي او 2 جوات الالفيولاي؟ كله رح يجي من الدم، وزي كانه كميه السي او 2 جوات الدم رح تيجي على الالفيولاي، فاذا الكميه نفسها فبتوقع الضغط يكون نفسه، يعني زي كانه الكميه اللي كانت عامله ضغط مقداره 40 جوات الدم نتيجه عمليه تبادل الغازات دخلت على الالفيولاي وعملت برضه ضغط يكون 40، فهي عملت ضغط 40، فان اكسجين ايضا حكينا ضغطه 100، وفي عنا بخار ماء ضغطه 47، بجمعهم مع بعض بعدين بحكي 760 ناقص المجموع بيطلع معي تركيز او ضغط النيتروجين. فهلا هون بكمل لكم بحكي لكم انه الكابيلاري زي ما حكينا بيكونوا جايين من الرايت فينتريكل يعني من البطين الايمن، وبيكون فيهم السيستماتيك فينس بلاد يعني البلاد الجاي عبر الفينز من كل الجسم، بيروحوا بعدين على الرئتين ومن الرئتين بيرجعوا على الليفت اتريوم. هلا بقولكم لاحظوا ان تركيز الاكسجين بالكابيلاريز اللي حوالين الالفيولاي هو نفس تركيز الاكسجين في الجسم او في الدم الجاي من الجسم اللي هو تقريبا 40. ليه؟ لانه يعني الدم هو نفسه لسه ما صار عملية تبادل ولا اشي، ولكن بس تبلش عملية التبادل تصير الاربعين رح نلاحظ اللي هي تركيز الاكسجين رح يبلش يزيد جوات الدم 40 50 60 70 لحد ما يصل 100 اللي هو تركيز يعني بصير التركيز للاكسجين جوات الدم نفس تركيز الاكسجين جوات الالفيولاي طبعا، وبيضل 100 لحد ما يعني لحد ما ايش خلص تصير الكابيلاريز بدها ترجع الدم على القلب وتصير وانه يودي للجسم. هلا هون شو بحكي لكم؟ هلا بقول لكم لاحظوا انه عمليه تبادل، هلا هون صراحه عشان ما اضحك عليكم انا حسيت الكلام مو كتير يعني مترابط او متناسق، يعني احكي لكم انا شو اللي فهمته بالضبط وافهموا انتم علي. هلا شو بقول لكم؟ بقول لكم لو انتم بتلاحظوا انه عمليه التبادل يعني الكابيلاريز اللي بصير فيها التبادل ما بتكون مغطيه كل الالفيولاي في الرئه، كيف يعني؟ يعني مثلا نفترض هاي الرئة مقسمة لثلاث أقسام، تمام؟ راح مثلا يعني راح تلاحظوا إنه الكابيلاريز بس بتعمل تبادل على أول قسم، وفعليا كمية الأكسجين اللي بنكتسبها من خلال هذا التبادل اللي هو بس مع أول قسم كتير كافية، تمام؟ وبالعكس يعني عادي بتوفر لنا أكسجين كافي وبنقدر نستغله، أوكي؟ فمعناته بقولكم هي meaning we utilize احنا بنستخدم فقط 1/3 of the lung، فقط ثلث الرئة. طب هلا بقولكم انا شو ضمني؟ يعني شو اللي بضمن لي؟ طب انه والله خلايا الدم الحمراء قاعدين بيضلوا في الكابيلاريز لمدة كافية، يعني مش في كابيلاريز الشعيرات الدموية اللي موجودة جنب منطقة الرئة اللي يصير فيها تبادل، في هناك خلايا دم حمراء، خلايا الدم الحمراء هي اللي رح تعطي الأكسجين اللي فيها وتاخذ ثاني أكسيد الكربون. طب أنا إيش اللي بضمن لي إنه هاي الـ RBCs اللي هي خلايا الدم الحمراء تضل قاعدة لمدة كافية بحيث تصير عملية تبادل كتير فعالة؟ أوكي، بقولكم إذا كتير إحنا مهم نفهم إنه كيف الـ RBCs اللي هي الـ Red Blood Cells بتضمن إنها تضلها لمدة كافية، وبدنا نفهم كمان كيف ممكن تصير إنه لأ يعني تصير عملية بالعكس، إنه يعني شو الإشي اللي ممكن يصير يخليها تصير أسرع يعني تمر بسرعة وما تضلها قاعدة وتعمل عملية تبادل لوقت كافي. هلا اللي بيتحكم بالمدة اللي بتضلها الـ RBCs قاعدة وبتعمل عملية التبادل هي هو الكاردياك سايكل اللي هي دورة القلب. إذا بتتذكروا قبل حكينا دورة القلب هي عبارة عن 0.8 من السكند يعني 8/10 من الثانية، أوكي؟ وصرنا نحكي إنه هاي 8/10 جزء منها كان سيستول جزء منها كان دياستول. فبحكي لكم خلال هاي الـ 0.8 يعني مدة الكاردياك سايكل هي نفسها المدة اللي بتضل الـ RBCs قاعدة فيها جنب اللنج بحيث تقدر تعمل عملية التبادل، وفعليا المدة كتير كافية بحيث انه تدخل الـ RBCs بيكون تركيز الأكسجين فقط 40 وتطلع ويكون التركيز 100.
ماشي. هلا بس بقولكم الفكره انه لو يصير الواحد يعني بيعمل اكسرسايز، لما يصير الواحد يعمل اكسرسايز ايش بصير؟ بصير الهارت ريت يزيد، تتذكروا؟ فلما الهارت ريت يصير يزيد على حساب مين راح يصير هالحكي؟ حساب الكاردياك سايكل. كيف يعني؟ يعني بدل ما الكاردياك سايكل تصير تاخذ وقتها كامل، راح يصير بدل ما مثلا والله تاخذ 8 بالعشرة من الثانية، راح تصير تاخذ فقط 4 بالعشرة من الثانية على اساس الهارت ريت يزيد، تمام؟ فلما تصير تاخذ 4 بالعشرة من الثانية، بنتوقع انه الـ RBCs برضو رح تصير تقضي 4 بالعشرة من الثانية قريبة من هاي الجزء الاولاني من الرئة، بصير عنده التبادل. فهون حدا عطول شو رح يخطر لي؟ رح يحكي ايوة معناته هلأ الوقت بطل كافي انه الـ RBCs تاخذ اكسجين وتوصل لتركيز الاكسجين الكافي فيها. بنقول له هلا هذا اللي بتتوقع، ولكن فعليا احنا وجدنا حتى لما يزيد الهارت ريت والواحد يكون يعمل اكسرسايزز او هيك، الار بي سيز بتاخد اكسجين بشكل كافي. وهون بيجي السؤال، طب كيف بتاخد اكسجين بشكل كافي والوقت كتير قل؟ الفكرة انه بهاي الحالة الجزئين اللي كانوا باقيين من الرئتين اللي هم مش حكينا احنا الرئة زي كأنه مقسمينها ثلاث اقسام، كان اول جزء هو اللي بيشتغل نون مالي في عملية التبادل، الجزئين التانيين زي مخبينهم احنا كيف بدي احكيكم زي سبير. فبحالة صار في عنا مشكلة، بحالة صار في عنا اكسرسايز وقل يعني قلت مدة الكاردياك سايكل، فبصير زي بدنا بسرعة بسرعة يصير شو تبادل للغازات لانه الوقت صار قليل، فبصيروا هدول الجزئين يساعدونا، فبصير كل هدول الاجزاء من الرئتين يشاركوا في عملية التبادل على اساس انا احصل اعلى تركيز ممكن من الاكسجين باقل وقت ممكن. فان شاء الله يعني تكونوا فهمتوها علي. يعني بقولكم نورمالي انه فعليا بس جزء من الرئة اللي بيشارك من اصل ثلاثة بعملية التبادل. وليه؟ لانه بقولكم الكاردياك سايكل هي نفسها يعني هي بتكون وقتها كافي، والكاردياك سايكل ايش بهمني وقتها؟ هو نفسه الوقت اللي الار بي سيز بتقضيه وهي تعمل تبادل غازات مع الرئه، فوقت بيكون كافي انها يعني بس جزء واحد من الرئه يشارك في تبادل الغازات بحيث هدول الار بي سيز ياخذوا اكسجين كافي وياتوا السي او 2 اللي فيهم. ولكن لما تصير الكاردياك سايكل مدتها قليله، فانا هون بصير اخاف انه شو ما يكفي الوقت بحيث هدول الار بي سيز يستاهل ياخذوا اكسجين كافي ويعطوا السي او 2، فبنخلي اجزاء ثانيه من الرئتين يشارك. هلا كمان شغله ممكن ننتبه لها، بقولكم انه انتوا لاحظتوا انه مثلا الدم كان الاكسجين فيه ايش؟ اول شيء 50 او 40 نسيت، بعدين صار 50 60 70 كذا لحد ما وصلنا 100. معناته والله هذا الدم نتيجة انه قاعد يكتسب اكسجين، قاعد ضغط الاكسجين فيه يزيد، اللي هو قلنا زي كأنه تركيز الاكسجين. هلا ممكن حد يجي يحكي طيب ليش تركيز الاكسجين ما يقل جوات الالفيولاي؟ مش الالفيولاي تركيز الاكسجين فيها 100؟ طب ليش لما هاي الالفيولاي اعطت الدم اكسجين ليش ما هي قل تركيز الاكسجين فيها؟ بقولكم الفكره هون زي كيف؟ زي كانه انا عندي ابريق شاي كبير، وابريق الشاي الكبير هذا انا عامله تركيز السكر فيه تركيز معين، اوكي؟ وعندي فنجان شاي صغير برضه فيه سكر معين. هلا لو انا درت يعني عبيت شاي من الابريق على الفنجان او خلطتهم ببعض، فعليا مين رح ياثر على الثاني؟ الابريق هو اللي رح ياثر على الفنجان، بينما الفنجان مش رح ياثر على الابريق. وهذا نفس الاشي اللي بصير بالرئتين والدم. الفكره انه الرئتين فيها كميه غاز كتير كتير كبيره، فمش رح تتاثر بشويه هالغاز اللي رح تضيفهم على الدم، فمش رح يتاثر تركيز الاكسجين فيها. فهون شو بقولكم؟ بقولكم الاير فوليوم حجم الهواء جوات الالفيولاي بقولكم حوالي 2200 ام ال كحجم هواء، بقولكم بينما حجم الدم كله بعضه 70 مل. يعني قد ما هدول الالفيولاي اعطوا غاز للدم مش رح هالقد يعني اللي من عندهم مش رح يتاثروا كتير. اوكي هلا ممكن شوية يتأثر، بس بقولكم الواحد لأنه 24 ساعة قاعد بدخل هواء جسمه بيطلع هواء، فمش رح يظهر التأثير كتير واضح. اوكي هلا now we have to know that our main interest in the respiratory system is اوكي. هون بحكي لكم احنا رح نركز اكثر شيء على الـ O2 CO2 والـ H2. الـ H2 مش عارفه هاي من وين جابوها، يمكن قصدهم H2O. المهم ما علينا. هلا بنعرف كلنا انه ليش الاكسجين مهم. الاكسجين طبعا كتير مهم لانه هو اللي رح يدخل للخلايا تبعتنا، هو اللي راح بعدين خلايانا تستخدمه وتدخله على الميتوكوندريا. واذا بتتذكروا كنت حكي لكم عملية تصنيع الطاقة، عملية
في جزء منها ممكن يتم بدون اكسجين بس ما بينتج لي طاقة كتير، بينما الجزء اللي بيحتاج اكسجين او بيعتمد على الاكسجين اللي هو بيكون عن طريق الالكترون ترانسبورت تشين او اشي زي هيك نسيت اسمها الصراحة، بس ما علينا، بيكون جوات الميتوكوندريا. بقولكم بامكانكم تنتجوا من كل جلوكوز وحدة 36 اي تي بي باستخدام الاكسجين. لو ما في اكسجين بتنتجوش ربع هاي الكمية، شوفوا قد الفرق. فكتير اذا مهم يعني وجود الاكسجين من اجل انه انا مركب الجلوكوز افككه قد ما بقدر واطلع منه اكبر كمية ممكنة من الطاقة. فبقولكم في بعض الاحيان، هلا شوفوا ركزوا على التعريف كتير كتير مهم، ودكتور فيصل بيركز على الشغلات. لما الخلايا ما تستخدم او ما تلاقي اكسجين كافي بنحكي عنا هايبوكسيا. يعني اذا قالكم لما تركيز الاكسجين قليل بتقولوا لا لا، وانما لما شو، لما يكون الخلايا يعني عم تستخدم اكسجين بشكل قليل او ما عم بتلاقي اكسجين تستخدمه. يعني انا بحكي عندي هايبوكسيا لما الخلايا ما تلاقي اكسجين، غير هيك ما عم نحكي عنه هايبوكسيا. طيب هلا طب هايبوكسيا هاي انه الخلايا مو ملاقي اكسجين تستخدمه، ليش يعني ممكن تصير هاي الكونديشن؟ اول اشي ممكن نقصان الاكسجين في الاير، lack of oxygen in air. طبعا هذا الحكي وين منشوفه؟ عند المرتفعات العالية. لإحنا بنعرف انه في اشي اسمه ضغط الهواء، اللي قلت لكم ضغط الهواء تقريبا على مستوى البحر بيكون حوالي 1 أتموسفير اللي هو 760 مليمتر ميركوري. وهاي 760 مليمتر ميركوري قلنا 21% ضرب 760 بيطلع الضغط الناتج عن الاوتو، فمعناته عند مستوى البحر بيكون 160 مليمتر ميركوري هو ضغط الأكسجين اللي بيعكس زي ما قلنا أي شيء ضغط، يعني بيعكس تركيز الأكسجين. طبعا كل ما ارتفعنا لفوق كل ما كان ضغط الهواء أقل، فيعني مثلا على ارتفاع شوفوا هون 11 كيلومتر تمام، الضغط راح يصير كأنه 190 مليمتر ميركوري كل الضغط على بعضه. طب اضربوه ب 21% تتعرفوا ضغط الأكسجين بيطلع كتير قليل، يعني على الارتفاعات العالية أصلا الهواء كله زي كأنه كميته قلت، فبالمنطق رح يقل الأكسجين. ثاني شغلة اللي هي زيادة الاير ايرواي ريزيستنس. شو يعني ريزيستنس؟ يعني تخيلوا فيه زي كأنه إشي جوا الممرات الهوائية عم يمانع، عم يعاكس دخول الهواء، ما عم يخلي دخول الهواء هيك إشي سهل وبسيط. فبقولكم بيكون في عنا مشكلة جوات الاير وايز في الريسبيراتوري سيستم، سيكونوا متضايقات. كيف مرضى الازمة؟ ليش مرضى الازمة او الربو ما بيقدروا يتنفسوا؟ بتكون العضلات الملساء الموجودة بالشعب الهوائية عندهم متضايقة على الاخر او من قبضة، فعم بتضيق وكتير بيكون الممرات الهوائية كتير كتير ضيقة، فالهواء ما عارف يدخل ويطلع، فبحسوا انهم شو بده ينخنقوا. كمان في مرض اسمه الانفيزيما، ما اخذته اتوقع، بس هذا الانفيزيما يعني حسب ما بتذكر شو اللي بيصير، اللي بيصير انه الهواء عم بدخل جوات الرئتين وما بيطلع، فمين كيف؟ او انه يعني الهواء زي بدخل، طب اطلع عشان يضل الهواء داخل طالع، ما بيطلع. طب لما بدي يجي يدخل هواء جديد فيه اكسجين جديد مو قادر يدخل، زي كأنه في اشي مسكر عليه. كمان مثلا بحالات الكرونيك برونكايتس اللي هي الالتهاب الشعب المزمن، كرونيك يعني مزمن، برونكاي يعني شعب، وايتس يعني التهاب، فالتهاب الشعب المزمن تمام. فبرضه هذا مرض اتوقع بيكون فيه ميوكس يعني مخاطي كتير جوات الاوعيه الشعب الهوائيه سوري، وبتسكر، فبرضه هاي مشكله. كمان بحكي لكم ممكن يصير في عندنا هايبوكسيا، يعني هالخلايا ما يوصلها اكسجين كافي نتيجه وجود مشكله في الرئتين نفسهم. كيف يعني؟ يعني هدول الرئتين هم عباره زي ما قلنا زي البالون. البالون شو ماله؟ اشي الاستيك، اشي مرن، يعني حط فيه هواء بنفخ، شيل الهواء بصير زي كانه ينفس بالتدريج، قلنا بس بشرط ما يصيرش عندنا كولابس تمام. ففي بعض الاحيان تخيلوا انه الرئتين تكون يعني زي فقدت القدره على انها تنتفخ وتسك، يعني البالون زي ما قلت لكم ننفخ فيه بنفخ بعدين بصغر، اذا بيطلع الهواء منه بنفخ وبصغر. تخيل الرئه يصير الجدار تبعها او المناطق اللي بصير فيها تبادل الغازات بدل ما هي منطقه الاستيك ومرنه وبتتمدد وبتتقلص، تصير منطقه بنحكي فايبرز، يعني فايبرز عبارة زي انسجه، انسجه طبعا تكون جامده، فمين كيف علي؟ فلا رح تتمدد ولا رح تتقلص، وبالتالي لا الهواء رح يدخل بسهوله ولا الهواء رح يطلع بسهوله، فهي كمان مشكله. هلا في بعض الاحيان ممكن يكون عندنا مشكله بالايش، بالديفيوجن الانتشار.
حكينا احنا انه الهواء بدخل بصير جوات الالفيولاي، صح ولا لا؟ بعدين من الالفيولاي كونه غاز، يعني ما بنحتاج لا نواقل ولا كاريرز ولا شانلز ولا اي اشي، بصير عملية ديفيوجن بسيطة، انتشار بسيط لها السي او تو من الدم بيروح على الالفيولاي، ومن الالفيولاي الاكسجين بيروح على الدم. فافترضوا الغشاء هذا اللي بصير عبر الديفيوجن والله صاير في مشكلة، صار خمين مثلا، صار ثيك، فراح يصير في عندنا مشاكل بهاي الديفيوجن. طب افترضوا مثلا المساحة، مش انا قلت لكم المساحة كتير كبيرة بتكون بالالفيولاي، افترضوا قلت لسبب ما، يعني لما تقل المساحة دايركتلي شو راح تقل عملية تبادل الغازات والديفيوجن. فلازم يعني برضو هاي الشغلات نخليها بعين الاعتبار. في مرض زي النيمونيا اللي هو التهاب رئوي او التيبركولوسيس اللي هو السل، بتقل المساحة وبزيد السمك في هذه منطقة التبادل، فعملية تبادل الغازات كلياتها رح تتأثر. في بعض الأحيان ممكن يكون عندنا إيش blood problems، مشاكل في الدم نفسه. كيف يعني مشاكل في الدم؟ هلا إحنا عارفين إنه الأكسجين جوات الدم ما بيكون هيك داير على حاله، وإنما بيكون محمول على بروتين الهيموغلوبين. هيموغلوبين بروتين جوا الدم مسؤول عن حمل الأكسجين. طب إذا هذا البني آدم الهيموغلوبين عنده كتير قليل، طب ما هو معناته هيك حتى لو في اكسجين وفيش مشكله بالديفيوجن وفيش مشكله ومفيش ولا اشي مشكله، بس فيش ناقل يحمل الاكسجين ويوديه للخلايا، وبالتالي بتوقع يصير في عنا هايبوكسيا. ايضا مثلا افترضوا عنا هارت بروبلمز، يعني هالدم لو قاعد يصير فيه تبادل غازات صح، بس القلب ما عم يضخه ويوصله لخلايا الجسم، برضه ما رح الخلايا تقدر تستفيد من الاكسجين اللي فيه، وبرضه رح يصير هايبوكسيا. آخر مشكلة اللي هي ممكن مشكلة بالخلايا نفسها. كيف يعني؟ في حالات السبسس، سبسس يعني دخول، أو سبتسيميا يعني دخول بكتيريا على الدم، تمام؟ هلأ أنا صراحة ما عارف دخل السبسس بهذا الموضوع، بس إنه هو كاتب الدكتور فأحفظوا المثال. أو بحالات التسمم بالسيانايد. هلأ برضو أنا مش عارف شو دخل، طلعوا شوي. هلأ تسمم السيانايد شو اللي بيصير؟ والله ما انا عارفه، بس هو كتب لكم بالسبتسيميا اللي هو تسمم الدم اللي البكتيريا بتكون بالدم، او في حالات تسمم السيانايد، السيانيد اللي هو، تمام، الخلايا ما بتقدر تستخدم اكسجين، يعني لو اكسجين قاعد جنبها والهيموغلوبين واقف بقول يلا خدي اكسجين، ما قادره هي تستخدم هذا الاكسجين. ايضا في حاله هاي كتير كتير مشهوره اللي هي حاله تسمم بغاز مش ثاني اكسيد الكربون، غاز اول اكسيد الكربون. هذا الناس بالشتاء دائما نسمع ماتوا والصوبه شغاله، ماتوا مش عارف شو السبب، بيكون انه مثلا هم نايمين والصوبه شغاله ومسكنين الشبابيك، فبصير الاحتراق مش كامل، فبتبطل الصوبه تطلع سي او 2 وتصير تطلع سي او بس، تمام، اللي هو اول اكسيد او اول اكسيد الكربون، كربون مونوكسيد بنحكي عنه. هذا شو مشكلته؟ مشكلته الكربون مونوكسيد بس يطلع بدخل عن طريق جهازنا التنفسي، بيروح على الدم، بس يروح على الدم بيمسك من الهيموغلوبين وهاته حدا يفكه، بيمسك. طب ما هو اذا مسك بالهيموغلوبين، طب الاكسجين مو عارف ينتقل، ولا ثاني اكسيد الكربون عارف ينتقل، فلا الاكسجين عارف يرتبط بالهيموغلوبين ولا ثاني اكسيد الكربون عارف يرتبط بالهيموغلوبين. ليه؟ لانه اجى هذا السي او وسكر الهيموغلوبين، فهون بتصير المأساة، لانه خلص بصير ما فيش عندنا اكسجين بجسمنا، مش لانه في مشكله بالاكسجين، لانه الهيموغلوبين محجوز فالواحد بيموت. فهاي هي المشاكل قلت لكم اللي ممكن يسبب هايبوكسيا، وقلت لكم ركزوا انه الهايبوكسيا هي انه الخلايا ما عم تلاقي كفايتها من الاكسجين، ما عم تقدر تستخدم اكسجين بشكل كافي. يعني دائما نجيبوا سيرة استخدام الخلايا للاكسجين، مش نقصان الاكسجين جوات الجسم وبس. اوكي، حكينا كل هذا الحكي. اوكي، يعني ان شاء الله هيك عم نكون خلصنا هاي المحاضرة، بتمنى يا رب تكونوا فهمتوها علي، وقلت لكم اي سؤال ابعتولي، وموفقين يا رب.